بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ايها الاحبه. والله كلما فتحت شبكه الانترنت افاجا باكتشاف علم يثبت وحدانيه الله وقدره الخالق عز وجل. وان الله خالق كل شيء وان هذا القران لا يمكن ان يكون من عند بشر. العلم ايها الاحبه يكتشف كل يوم حقائق اذا رجعنا الى القران نجد لها اشارات واضحه تماما يعني ارسل لي احد الاحبه جزاهم الله خيرا واقول دائما ايها الاحبه ادلوا على الخير كفاعله يعني هذا الاخ الحبيب الذي احيانا يرسل لي بعض الابحاث العلميه الجديده التي تؤيد ما جاء بكتاب الله تبارك وتعالى هذا رجل سخره الله لي يعني ليكون لي 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 سببا في ايصال هذه الحقائق لعدد كبير من الناس لو انه اطلع على البحث واقفل الموبايل او الكمبيوتر وذهب لم ينتفع به الا هو ولكنه حرص على ان يرسله لنا ولذلك يعني طبعا أنا أحب أن أذكر لأن الفضل يجب أن يرد إلى أهلي الأستاذ إياد طبعا هنا أحبتي في الله أرسل لنا دراسة الحقيقة منشورة حديثا هذه الدراسة أحببت أنا معكم يعني أن أطلع عليها وأنا أطلع لأول مرة عليها اليوم أيها الأحبة منشورة في 16 نوفمبر تشرين الثاني عام 2021 على ما أعتقد. فهذه الدراسة أحبتي في الله وجدت شيئا غريبا، آه 16 من نوفمبر 2020. وجدت شيئا عجيبا. وجدت تشابها كبيرا ومفاجئا ومحيرا بين دماغ الانسان وبين الكون دراسه غريبه طبعا هؤلاء العلماء ايها الاحبه نشاوا على فكره تقول بان كل شيء نج نتج بالمصادفه يعني الكون جاء نتيجه تطور عشوائي كما يقولون وهناك انفجار كبير حدث في هذا الكون وهذا الكون نشأ نتيجة هذا الانفجار العشوائي غير منظم، لا يوجد خالق، لا يوجد ابداع، لا يوجد اي شيء هو عبارة عن عمليات عشوائية تحدث هكذا وانتجت هذا الكون. هذا الكلام حدث حسب الدراسات قبل 13.7 مليار سنة. أرضنا تشكلت قبل بحدود 4.6 مليار سنة. طبعاً هذا حسب الدراسات وهذه دراسات نظرية ليست يقينية على فكرة يعني. نظريات نحن نتحدث عن نظريات ولكنها مقبولة علمياً لأنه لا يوجد البديل لها. وبالنسبة لنا لا تتعارض مع القرآن فليس هناك أي مشكلة. الإنسان أنت أيها الإنسان وجدت على هذه الحياة متى؟ على الاكثر قبل مليون عام يعني تصوروا الكون عمره 13.7 الف مليون عام يعني مليار المليار ألف مليون وانت وجدت قبل مليون على الاكثر نحن نقول طبعا هو اقل من ذلك آه طيب في بدايه الكون قبل 13.7 مليار سنه كيف تذكر هذا الكون العشوائي أنه سينتج أو سيتطور بلغة التطوريين سيتطور بعد 13.7 ألف مليون سنة هناك كائن اسمه الإنسان سيتطور أيضاً عشوائياً وسينتج له دماغ شبيه بما يسمى بالنسيج الكوني النسيج الكوني أنا هنا لكي أكون دقيقاً اولا هذه هي الدراسه طبعا هنا منشوره ايها الاحبه يمكن لمن يعني هذا عنوان الدراسه طبعا معروفه يعني الدراسه يمكن ان نضع لها رابط لمن يحب وهذا هو هذه هنا نبدا معكم بهذه الصوره فقط لكي نتكلم وتكون الصوره امامنا طبعا ايها الاحبه هنا طبعا هنا, هنا هنا نرى الدماغ البشري مكبر الاف المرات، بعد تكبيره الاف المرات وهذه الصور مرسومه رسما لان المجهر الالكتروني لا يعطي مثل هذه الصور، يعطي صور تحتاج الى يعني اعادة من خلال الكمبيوتر الى معالجات كثيرة ولكن نحن لو قدر لعيوننا ان ترى شكل الدماغ لو كان لدينا قدرة على ان اعيننا تكبر آلاف المرات سنرى هذا الشكل للدماغ ولو كان لعقولنا قدرة او لأعيننا قدرة على ان ترى الكون كله سنراه بهذا الشكل هنا انظروا ايها الاحبة سأكبر قليلا هنا الخلايا العصبية في الدماغ وهنا الكون هذا هو الكون طيب هذا التشابه كيف حدث؟ شبكة كونية طبعا هنا كل نقطة من دماغك ايها الانسان هنا تمثل خلية الخلية لا ترى بالعين ولا ترى الا بالمجهر تحتاج لنكبرها مئات المرات حتى نستطيع أن نراها بالعين هنا كل نقطة هي مجرة فيها أكثر من مئة ألف مليون نجم هنا على فكرة مجرة كل نقطة صغيرة هنا مضيئة هي مجرة انظروا أيها الأحبة سأكبر أيضا هذه النقاط الصغيرة هي مجرات ليست نجوما مجرات فلو كان لدينا القدرة على ان نخرج خارج الكون وننظر الى الكون من الاعلى سنرى هذا النسيج المحبوك المحبوك لذلك الله تبارك وتعالى عندما عندما اقسم بالسماء ماذا قال؟ قال والسماء ذات الحبك حبك محبوكه حبكا ويف بالفعل هذا يسمى نسيج كوني كوسميك ويب هذا نسيج دماغي شبكة دماغية نسيج دماغي هذا طيب الشيء المحير انه من غير المنطقي او المعقول ان هناك ظروف شكلت هذا الكون عشوائيا ثم جاءت ظروف بالصدفة شكلت هذا الانسان او هذا الدماغ فلذلك نحن نقول علميا ومنطقيا ان الذي شكل هذه اللوحه هو نفسه الذي شكل هذه اللوحه، الخالق واحد. لذلك نحن لدينا ايه في القران ايها الاحبه. لا لدينا عده ايات، عده ايات في كتاب الله. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو. خالق كل شيء. فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. الآية الثانية يسألنا الله ويسأل هؤلاء المشككين قل قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل من رب السماوات والأرض قل الله، الله يجيب لأن لأن البشر لا يستطيعون الإجابة قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الاعمى والبصير؟ ام هل تستوي الظلمات والنور؟ ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يعني هل يستطيع احد ان يدعي الان في القرن الحادي والعشرين ان هناك انسانا يستطيع ان يخلق ذره من لا شيء؟ هم يحولون الذره من شكل الى اخر ولكن هل يستطيع انسان ان يخلق لنا ليس ذره الكترون من لا شيء؟ لا يوجد. طيب أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم يعني تشابه الخلق عليكم أيها الملحدون تقولون أن الطبيعة خلقت كذا وخلقت كذا قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار لذلك أيها الأحبة يعني والله مثل هذه الدراسات تؤكد تماما يعني حتى أن العلماء يقولون أن درجه التشابه الكبيره محيره جدا طب لماذا تحتارون الله يقول الله خالق كل شيء انتهت القضيه انتم ادرسوا تفاصيل هذه المخلوقات منطلقين من ان الخالق واحد وستنتهي الحيره وستنتهي الدهشه لذلك ايها الاحبه هم ايضا رسموا هذه الصوره هذه الصور تقريبا يعني اخذت حقيقيه تقريبا هنا ايها الاحبه انظروا هنا لدينا صور للدماغ هنا الاعلى وهنا صور للكون الصوره هنا كل نقطه هي خليه وهنا هي مجره النقاط انظروا التشابه بينهما طيب هؤلاء باحثون ودارسون وهذه هذه الدراسه هل هل تعلمون كم باحث شارك بها؟ شارك بها مجموعة من الباحثين من جامعة بولوغنا بإيطاليا وجامعة هامبورغ بجرمان بالمانيا وباحث من جامعة فيرونا من إيطاليا وهناك جامعة اسمها موديرنا أيضا بإيطاليا شارك يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة ست باحثين ستة من من الباحثين الكبار جلسوا أشهر وهم يحللون هذه الصور ويحتارون طب لماذا تحتارون قل الله خالق كل شيء انتهت القضية وهو الواحد القهار لذلك أيها الأحبة يعني والله نحن لو 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 يعني رجعنا إلى الله وجعلنا الله سبحانه وتعالى هو هو الذي يعني ال يعني عندما ننطلق في دراساتنا ينبغي أن نضع أمام أعيننا أن الله موجود وأن الله هو الخالق وهو خالق كل شيء، هذه الصورة أخرى أحببت أن تنظروا إليها. هنا أيها الأحبة النسيج الكوني هذا هو الكون. وهنا دماغ فأرة سبحان الله دماغ فأرة يعني طبعا جزء من دماغ هذه خلايا عصبية وهذه الوصلات هنا الطويلة تشابه انظروا انظروا وهنا تجمع للمجرات في المركز وتنطلق هذه الخيوط كل نقطة هنا مجرة على فكرة المجرة فيها يعني مجرتنا مثلا فيها 400 ألف مليون نجم هي تظهر هنا كنقطة إذا, إذا قدر لنا أن نرى سنراها نقطة صغيرة طيب إذا إذا أدمغة الحيوانات أيضا تخضع لهذه القاعدة معنى ذلك إذا أردنا أن نفكر بشكل منطقي أيها الأحبة ينبغي أن نعتقد أن الله خالق كل شيء وينبغي أن نعترف بوجود إله لهذا الكون ولا داعي لأن ننكر الإله ما الذي يعني أنا أتساءل ما الذي يستفيده الملحدون عندما ينكرون وجود الخالق لا أدري ما هي الفائدة أنا أدرس النظريات العلمية والحقائق العلمية وكل علوم الفيزياء والفلك وكذا وكذا وانا بداخلي مقتنع ان الله موجود. طيب ما هي المشكله؟ لماذا تريد ان ان تجبر الناس ان يعتقدوا ان الله غير موجود؟ اذا احبتي في الله والله ان الانسان الذي يتامل ويشغل عقله ويفكر بشكل منطقي لا يمكن الا ان يصل لحقيقه تؤكد أن الله خالق كل شيء كما قال تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا العلم وأن ينفع به من يشاء من عباده والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته